لا شنو السؤال بالضبط؟ استنى شوف هذا النقاش، لا هذا النقاش، هذا النقاش راه نتكلم فيه، لا تكلم فيها في الى بكيره هو بنفسه، لانه هو هو المعني اجتهاد العمليه فيها جوج الاطراف، فيها الملك اللي عطى المعاش وفيها في الى بكيره، هذاك هذاك سيكون المعاش عطاه له هذاك قبضه. اذا هذه العمليه هذه قضية شخصية بين ملك البلاد الذي بعث إلى بكر هذاك المعاش دون أن يطلبه حتى بالطريقة القانونية اللي كيطلبوا بها الناس، وعبد الإله بكر ماشي هو الأول اللي كيستخدم هذا المعاش الاستثنائي، وبين عبد الإله بكر كيف دبر العملية، وعلى أي حال عبد الإله بكر تواصليا وهذا ما غنجيش انا نجاوب عليه، راه خرج يعاود الناس يرجعوا لهذا سلسله الفيديوهات اللي دار التواصل، حتى حنا قلنا بركه من التواصل في هذا هذا باش يفهم هذيك العمليه كيفاش تمت. ولكن انا الموقف ديالي الشخصي مع العمليه، ما كنقول لك هذه العمليه ماشي هي رفيق ديال ليطا، هي عمليه فيها الطرفين بجوج.